مساكم الله بالخير والنور والسرور، حياكم الله. شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير وطيبين. اليوم راح اطلع معاكم في حلقة كذيت على السريع، حلقة يعني ما كان مجهز لها، وانما فكرت اني انا اطلعها معاكم لسببين. اول شيء علشان ابارك حق اخواننا في المملكة العربية السعودية بمناسبة طبعا يومهم الوطني 90 عام. 90 عام هذه محفورة في قلوبنا أكيد كلنا، لأن نتمنى حق الحبيب السعودي كل الخير، وشاء دائما يا رب إن شاء الله في خير وفي وئام ويعمها الأمن والأمان. الشغلة الثانية إن أنا اليوم حبيت، بما أن اليوم اليوم الوطني للسعودية، وبالمقابل عندنا كذلك اليوم اللي هو عيد ميلاد خالد الشيخ، ولأن أنا من المعجبين في فنه منذ الصغر، فاليوم ارتئيت أن احنا نطلع في حلقة كذي سريعة حتى ما كان فيها أي ترتيب ولا أي إعلان، على أساس أن احنا نتكلم اليوم بالخصوص مع فانز خالد الشيخ. الفانز اللي أنا أشعر بأن أهما قاعدين يعطون بكل ما أوتوا من قوة، قاعدين يعني يقدمون كل جميل لهذا الفنان الرائع، الفنان اللي احنا تربينا على اغانيه وسمعناها وحبيناها وحبينا شخصيته وحبينا كل عطاءاته. فاليوم انا خصصيت هذه الطلعة المباشرة علشان تكون معاهم ان شاء الله باذن الله. اتمنى كل اللي يحب يطلع معاي، اكيد المجال مفتوح له، يطلع يبي يتكلم يبي يهدي يبي يقول اللي في خاطره عن أي موضوع يخص خالد الشيخ. حلو، وأتمنى إن شاء الله من بعض الأشخاص اللي مثلا على صلة بالفنان خالد الشيخ ويعرفونه يطلعون معنا، يمكن أنا أعرف بعض الأسماء من خلال فانز خالد الشيخ، أتمنى يعني أن يكونوا معنا إن شاء الله، كلهم على حسب وضعه وإمكانيته. فيا حي الله الجميع، حياكم الله كلكم في هذه الحلقة الغير مرتب لها. غزل، حياك الله يا غزل حبيبتي، فحياكم الله، وخلي نكمل الأغنية اللي أنا أعشقها وأحب أسمعها دائما، مالت خالد الشيخ عندما كنت صغيرة. هاي الأغنية أنا أحبها. ومثل ما قلت لكم طبعا، اللي يحب انه يطلع معانا ويتكلم ويقول لنا شلون حب خالد الشيخ واي اغنيه هو يحبها، ويا ترى شو اللي جذبه في الفنان خالد الشيخ. اعرف اسماء، اتمنى ان شاء الله يكونوا موجودين. خالد الشيخ طبعا مغني بحريني جميل جدا، جيل الطيبين يعرفونه اكثر شيء يمكن. فاللي جاهز ويحب يطلع معانا يطلع معانا في اللقاء.
غزل سمعي كلام اللي اكبر منك. صارت الوردة والينابيع ظما. طيب من الحين اول واحد يحب يدش معانا علشان نكمل باقي. يا حليلها غزل، غزل من متابعيني حبايب خاولة، عاد مرضى عليها ترى غزل. ها انزين خلينا نشوف من يحب يطلع معانا لايف. طبعا اللي ما يحب يطلع بهيئته ممكن انه يسكر الشاشة ويطلع معانا. حلو حياكم الله. أنا لازلت في الانتظار، واللي يحب يكتب أي كومنت يحط لنا الكومنت في البوكس مال الأسئلة أكيد. يلا من عندنا أول واحد يحب إنه يطلع معانا ويقول لنا ما تغيرت كثيرا. انا ما قدرت البس اليوم خضر لان صورت بالخضر علشان تهنئة السعودية. خلي نشوف من السلام عليكم. مرحبا مساء الخير. حياك الله استاذ. انا بس انا ما اشوف صورتي، انت تشوفيني؟ اي موجود بس لو قريبه تنزل التليفون بتصير بيرفكت. ايوه اسمعنا انا ما اشوف روحي. انا واضح. واضح عندك انت؟ اي ممتاز. شوي قريبه بحاكيك انا على السريع عن خالد الشيخ وفي الاستوديو شلون يسجل. الحين مطلوب منك تصخين وتسمعيني. لان انا حكي واحد وعقب بس فلستوب ومع السلامه. خالد الشيخ تبي الحانه في اي لحظه تجي له نغمه، سواء كان في سياره رايح بنك جاي طالع داش، تجي له نغمه عنده مسجله صغيره يسجل فيها هذه الحركه ويحتفظ فيها. يدز عليه تليفون اروح له امر عليه، وانا الحين مو بقايل اسمي الا عقب سمير ان شاء الله يدش بيقول انا من معاكم. نعم ما يدش سمير. انا ادندن يا خالد، ادندن معاه ما يرضى اني انا اوقف عنه، لان لما انا اوقف عنه تشتت افكاره. اوكي فيبيني تركيز قوي، فلما هو يركز وحصل الجملة ويستانس ويعيش فيها، مثل سنة الله الطبخة لما تكون المواعين كلها متواجدة عنده يقدر يشيل وينخر ويشيل ويحط ويحمس بالقفشة يقدر. لكن إذا أنت شلتي عن أحد المواعين هذه ما يقدر يواصل. الحاصل أن هذه الجملة الموسيقية اللي يكونها تسجل عنده بتاريخها ومن حاضر معاه في الجروب يسجلها كلها في الكمبيوتر موجودة عنده. الخطوة الثانية يبتدي ينوتها خالد. في التنوت هنا سمج الله عند المحاية ويا القلم. يا يمحي ويكتب، يمحي ويكتب، يمحي ويكتب. لين مثل ما تشوف يعني يعدل الرسمة يبقى عليها الإطار. الإطار هذا متى ينحط؟ لما نروح للاستوديو. لأنه صار الاستوديو هناك ويات الفرعة الموسيقية وقالت الشغل كامل. بالتوزيع خالد هني يقعد في الكنترول يسمع يقول هذا الشغل اللي انا سويته الحين بين مثل بزوج انها الشمس طلعت، فيقوم من داخل الاستوديو. طبعا ما يحاكي العزاف، يحاكي المشهد المصري اللي هو الموزع مال الداخل، يقول
حط خط مني، طبعا ما يسمعونه ما هناك يصكون الخط، حط ايوه الجملة هذه، خل الجملة هذه تحت وخل هذه الجملة تكون أعرض، الله فيعتمدون هذه الشغلة. المهندس هنا وايد يساعدهم، مهندس محمد اسمه يساعدهم وايد، لأن مهندس محب همها يقرأ نوت. فعارف خطة خالد شو اللي نجدمه من الكمنجات، وش اللي نخلي الأرضية تحت، شو اللي نخلي جميل الكنترباص. لكن سنة الله حضورنا في الاستوديو العقبة الوحيدة الصيف، ايام الصيف الفرق الموسيقيه المصريه مسافره، يروحون اوروبا يروحون دول الخليج، فما نحصل صح مجموعه اللي احنا فيها. ننتظر الصولهات مثل كولا، ننتظر مثل الكمنجات اللي خارج به، ننتظرهم لما يرجعون. واللي صاير انه في الاستديوهات خالد يتعاون مع باقي المطربين وباقي الملحنين، لان شو اللي يصير هناك في الغابه؟ تي مثلا يلحن حق احد الملحنين اللي هو مثلا تخرج ولد من الامراء او شيء، فيطلبون الاستوديو، خالد وايد متساعد معاهم، يقول حق خالد ممكن تنازل الساعه هذه حق الاستوديو، يسالهم اوكي ممكن تنازل. بس ان شاء الله مر علينا يوسف مهنا حق كان عنده شغله ضروريه حق عبد الكريم بيسجلها، فسجلوها واحنا كنا معاهم حقيقه كنا نسمعهم. الجميل نفس الشيء لما يكون مثلا جاي القاهره وخالد في الاستوديو، يقول له ترى خالد انا محتاج كم ساعة من عندك من الاستوديو مالك؟ يقول له خالد تفضل. اللي حاصل المصريين سنة كذا نعم اوكي معك عاد شو ايش عاد هذا؟ سويت هلو؟ اسلم على اللي يدشون اي اوكي إيه، انت تشوفين وانا ما اشوفهم. اي اقول لك شفت خالد لما مثلا ياخذون مننا الاستوديو الحاج، احنا نروح نعم ان شاء الله استوديو ثاني ونكمل حجوزاتنا هناك. لكن شو اللي اوكي حصل؟ يعني حالات الطابخه كلها تكون في مكان واحد مكان في واحد روم، صح ما يصير اروح انا اتنقل مني لمني. فبعدين يعني هو يعني حتى لو سجل في استوديو ثاني لما تيجي هني هذا المهندس ما يحب مثلا التيك مال هذاك، طبعا هم بينهم احترام متبادل، أكيد فيضبط يضبط يضبط على هواه هو هني. مشين المصري في تسجيلنا في اغنيه عيناكي، خلصنا شغل عيناكي يا دور العود حق خالد، إن شاء صدقين الله مشين المصري وقف خالد، وقف خالد قال لا ستوب خالد، هذا الشغل مو ملك، هذه الشغل انا تعبان عليه وخلني اكمله. خالد تعجب تفاجأ، قال له مشيل انا بدش بدخل صولهات عود، قال له دش بشرط واحد، انسى انك خالد الشيخ وانسى العفرة اللي تسويها، لان هذا اللحن ما يتحمل ما يتحمل هذا يعني ادخل كانك رجل شيب كبير وعصارته العكاز مالك تحت كرسيك، يعني تخيل ذي المنظر عشان تعزف عود بالراحه، تعزف عود بمستوى هذا اللحن مال عيناكي بالجمل الموسيقيه الثقيله الدسمه، لا تلعب لي وتنطط بالعود. قام خالد قال ان شاء الله ان شاء الله، فدخل خالد وسجل عيناكي مثل ما حبها ميشيل المصري منه. يوم طلع خالد وتلاقى مع ميشيل في كنترول الهجره الثانيه، قال له برافو عليك يا قدو. يقول له برافو عليك يا جميل قدو. فاستانس خالد من حركه هذه ميشيل، والحمد لله مشوا. يجينا حق اغنيه كمانجه على فاسمع على فتره، هي نعم كمانجه لها معناه اثنين معنيين، كمنجة اللي هي الكلمة الآلة الكمنجة أيوة، والثانية كمنجاء مثل اللي ثمانية اوكي عرفت شلون؟ عندنا الدكتور رضا رجب اللي دخل الصولوهات فيها، من عقب ما خلص التسجيل قال حق خالد يعني استنى علي بكره انا هيك علشان احضر حق دخول الصولوهات. قال خالد اوكي. واحنا طالعين ان شاء الله الدكتور رضا رجب قال حق خالد بلاش ميشيل المصري يكون موجود، لان ليش؟ احترام متبادل بينهم، ميشيل هم عازف كمانجه صح والدكتور عازف كمانجه، فيعني صعب ان هذا يحضر ودكتور رضا يكون في الاستوديو، يعني ما راح يأدي لانه صح بيحس انه في واحد يراقبه. فخالد قال حق ميشيل
دكتور رضا يقول مش عاوزك تيجي بكره. اوه خالد ما السالفه. قال له معلش انت اخذ الموعد وسجل وسيب الباقي علي. حلو. تواجدنا في الاستوديو ودكتور رضا دخل هناك عشان يسجل يحضر. يا مشين المصري وشندس عن الشاشه هذا مال الاستوديو، تشوفين الشاشه عشان ما ايوه تشوفه، نقل النية. راسه تحت وقعد تحت المشين المصري. ودكتور رضا اشتغل الحين، وهذه المشين المصري مستانس عليه. احس ان شاء الله يوم طلع الدكتور رضا يا من الاستوديو داخل لقى مشيل، قال له الله يا لهوي شم جايبك؟ انت موجود هنا. قال ايش سويت؟ شغلك مايل حلو استمتعنا فيه ما شاء الله عليك. فالحمد لله هذه اغنيه كمانجه واغنيه عيناكي واغنيه تشرع الهوى، يعني الحقيقه تسجلوا بمزاج كلش عالي. جميل جميل. شراع الهوى خالد كان يحب صوت الطبل راخي، يعني ما كان يحب صوت الطبل دوم دوم، لا كان يحبه بوم بوم بوم. فاحنا نزلنا على الطبل شوي عشان يعطيه بوم تملي الاستوديو. فخالد استانس على هذه يعني الطبل. وطبعا احنا يوم كنا في البحرين قبل اروح القاهره هو متصل فيني يقول لي انا مو بذاكر اسمي، يقول لي تعال انا بك ضروري ضروري. قلت له ان شاء الله. فيبي يسمع الايقاع المخولفي، هذه الايقاع الفجير المخولفي. فسمت زينب تكرمين مال الاخمام مسكنا عليها الايقاع هذه. فخالد يعني تصور ومستانس على انه هو بيركب جمل موسيقيه على ايقاع بحري واول مره، فكان كلش مستانس. وكان يعني الحقيقه يعني لهوف انه هو بيروح القاهره بيسجل هذه. فالحمد لله الله. رحنا هناك وسجلناها وخلصناها ونسلم عليك الحين ونخلي فرصه حق ربعنا البقيه. حياك الله، تحياتنا سعدنا سعدنا استاذ، بارك الله يطول فيك، عمرك. الله يعطيك العافية ومبدع. يعافيك يعافيك ان شاء الله، مع السلامه. حياك الله، مع السلامة. يحفظك الله. طبعا كان معنا احدى من شاركوا الفنان خالد الشيخ في رحلته، واحدى العازفين اللي كانوا معاه، وقال لنا ملخص لثلاثة أغاني وشنو اللي صار في حزتها وقت التسجيل مع طبعا كبار الموزعين اللي كانوا موجودين حزتها. فالله يعطيك العافية، وطبعا احنا عرفناك وتاريخك جميل وثري، وعساك على القوة يا ربي. نكمل حوارنا ومع من يحب يكون ضيف معنا ويتكلم عن خالد الشيخ وعطائه. طبعا المجال مفتوح لكم. احنا قاعدين نتكلم اليوم وحديث مع محبي خالد الشيخ. اللي يحب يطلع معانا، اللي يحب يرسل لنا سؤال، اللي يحب يقول لنا معلومه، تلاقى مثلا مع خالد الشيخ بمناسبتنا اليوم عيد ميلاده وحابين ان احنا نتحدث عنه، فيا ريت يرسل لنا. الدش لايف. لحظه يلا حسين، سويت لك ريكوست تقدر تدش معانا. طبعا كل واحد فيكم بيكون له وقت محدد. السلام عليكم. سلام، شلونك يا اختي خوله؟ يسلمك يسلمك، شو اخبارك؟ الحمد لله، معاك حسين مبشر. حياك الله عزيز، ونعرفك ونعرف عطاءاتك، ما شاء الله عليك فنان جميل. الله. بس انا الحين في خلال وقت قصير حسين ابيك تقول لي عن خالد الشيخ، شو اللي مثله في حياتك؟ هل كان لك بينك وبينه مثلا اي مواقف؟ انت شلون ترى خالد الشيخ؟ خالد الشيخ اولا كانسان، يعني انا صادفته في التسعينات وكنت صغير، سلمت عليه بشكل سريع، عمل وجوه كان. فمرت سنوات طويلة، كنت انت موجودة في مكان الاحتفال في الحفلة اللي كانت في المتحف. ايوه المتحف الوطني، المسرح الوطني.
مسرح زين. صح. ايوه استاذ خالد الشيخ، واقف مسافه بعيده انا ومستحي اروح ليه يعني، الله يعني بعيد المسافه وبس شاف عيوني عرف، شوف شلون متواضع، تقدم خطوات جاي يسلم عليه، الله شوف شلون. كم تسوى فرحت اي والله كانسان متواضع، فسلمت عليه قلت له استاذ خالد يعني انا من التسعينات ما شفتك، توني شايفك الحين. فكان يوم وعمره جميل و... إن شاء اي الله. والله و... احد سبب زواجي اني قررت اتزوج اغنيه من اغاني خالد الشيخ، شن هي؟ الا وهي ليش الحين، كم شمعة عمر ذابت وانطفى ضوها، الله تصير الحين كيف الحين. هذه الأغنية قعدت أتمعن فيها كنز عمر خليتك العشرين. تدش دنيا حسين. ها إي قلت لا يعني كلام خالد، هاي الأغنية خلاص أنا في العشرين لازم أتزوج. ف يعني أنا إحساسي يا أغاني خالد، أستاذ خالد، أستاذ خالد الشيخ، في عنده حس جدا غريب، مو بس في الغناء، صح، لحن، كلمات، يتقلقل إلى اليوم. يعرف وين يحط بالضبط. أنا ما أعتبر نفسي موسيقي بس أحب أسمع يعني جميل. الأمان، أستمع لخالد الشيخ، الأستاذ خالد الشيخ، أستمع إلى الراحل المرحوم علي بحر، يعني هي استمع لهم اكثر ناس، هاي الاثنين استمع لهم. حتى بسرعه بقول لان الوقت بداركنا، كنت في بلد رايح شغل، عندي مهنه، فطول الليل وانا راد من الشغل اشغل عيناك وتبغي وكحولي، فاحس روحي ارقد وانا ماشي السياره كذي، انه قال لي ريلاكس، ايقاع جميل، جميل. كلمات جميله، غناء جميل. فيا ريت استاذ خالد يسمع، نقول له الف تحيه لك إن يا شاء الله استاذ خالد الشيخ، إن شاء الله يوصل يا ونبغي نسمع أخوي. ان شاء الله، ونبغي نسمع، نبغي اكثر، نبغي اكثر، يعني ما للحين احنا سوينا للحين. نبي أكثر صح؟ اي نبي نسمع، نبي اكثر، خلي إن شاء الله يا يروينا رب. بالجمال، العمل ماله جميل. والف تحيه اليه وليك يا استاذه خوله، سلمك يا حسين، وسعيد وانا لك بمداخلتك، والله يعطيك يا ربي الله العافية. يخليك. وسوري دشيت فجاه انا عليكم، لا ما يعني ما علينا، ادري الحلقة طيب. مسوينها حق خالد الشيخ، والكلام اللي انت اي والله قلته انا جدا جميل. الله يخليش، يعني هذا قليل في واجد اشياء ان انا شاء الله بعد يا ربي ما يسمعك، اعرفها. لانه راح طبعا ان شاء يسجل الله هذه وبينزل على اليوتيوب، واكيد راح يستمع الى محبينا من كل مكان. الله يعطيك العافية يا حسين، ويا الله ربي يعافيك، يعني تكون في حفظ الله، والله يرضى عليك، الله وحياك يخليك، الله. الله يحييك، تصبحون في على امان خير، الله، مع مع السلامة. السلامة. طلعوني ما اقدر اطلع، ما اعرف، طلعوني. يا حليله حسين، حسين طبعا من المحبين، وفعلا تقريبا اغلبنا تلاقينا كلنا كمجموعه في المسرح الوطني لما كان في بروفات العام، وسعدنا جدا جدا بتواجدنا. طبعا الحين لازلنا في خالد الشيخ. طبعا خلينا نقرا بعض الكلمات اللي تكتب. ذا لوغورو يقول ليش الحين يا خالد، تحيات لأسرة الألحان الخالدة، خالد الشيخ وائل. بعدين عندنا محمد حسين يقول خالد الشيخ ليس فنان بل هو أبعد من ذلك، فهو لون ونجح مميز ومنفرد، وقد أبدع بانفراده، ولو كان الفن بحر فهو جزيرة في قلب الله. جميل. نشوف خلال اليوم 23 سبتمبر، نعم. الحب الخالد، مريم تقول خلينا نشوف مكان آمن للحب. انزين خلينا نشوف الحين اللي بيطلع معانا علشان نكمل لايفنا، ونشوف محبين خالد الشيخ، ونشوف كم المشاعر اللي عندهم له. ويا ريت مثل ما قال حسين
حسين تكلم عن التواضع لخالد الشيخ، صفة جميلة جدا التواضع لما يكون من فنان كبير مثل خالد الشيخ، إيش كثر يكون انطباعه واقع على نفس المتابعين محبينه، إيش كثر هذه الصفة توصل الفنان إلى مراحل كبيرة عند متابعينه. في انتظار المداخلة الأخرى اللي حبيت تداخل طبعا، في انتظار من راح يكون معنا على ما جهز لكم الأغنية الثانية اللي أنا أحبها. عفواً عفواً يا حسين. من اللي بيكون النكست؟ من بيكون معانا؟ طيب نبي نسمع شيء للسعودية؟ لا أكيد أكيد بحط لكم ولا يهمكم، بس الحين نبي نخلص اللي منصوب خالد الشيخ علشان إن شاء الله ندش في الموضوع. فانس خالد الشيخ، أوكي أوكي تمام. محمد يقول خالد الشيخ أعطى ثقل كبير رقم عالي رسالة الصحة الفنية البحرينية على مستوى الوطن العربي. نعم مريم، تبي أنا وياك وانت وياي، إيش كثر هالدنيا تسوى إن شاء الله ولا يهمك، ردي ذكريني بعد عقب شوي. لازلنا في انتظار الضيف اللي راح يكون معانا. وانت طيبة يا ميرا، حياك الله. ليش فصل من عندنا الضيف؟ اللي يحب يطلع مثل ما قلنا الحلقة هذه لفانس خالد الشيخ، لكل محبين خالد الشيخ، اللي يحب يطلع ويقول لنا قصته مع خالد الشيخ، من تعامل معه، من ترك في بصمة في نفسه سواء من خلال أغاني الكلمات الأداء متلاقي معه، يا ريت اللي يحب يطلع معه. يا محمدي يا محمدي يا كل خلية في سدي، من شوفتك بعد التعب روحي من أول تبتدي. ما أعرف ليش فانس خالد ما قاعد يلقط معنا، خلينا نشوف. تسلمي تسلم يا حسن. عبد العزيز يقول بودارين رافد فني عظيم، كل عام وهو بخير، سعيدين ان نحتفي بيوم ميلاد الميمون. اكيد اكيد يا عبد العزيز. يمكن يكون لونك حزن، يمكن يكون صمتك كلام، عيني عليك لما تغيب وعيني عليك لما تنام. ما قاعد يشبك معانا فانس خالد الشيخ، اتوقع ان قاعدين يحاولون. مساك نور يا سمير، حياك الله. نرد نحاول. ينقل لكم التصوير والتشبيه بشكل جميل يتغلغل الى الفؤاد ان شاء الله ولا يهمك يا حسين. ما قاعد يشبك معاي فانس خالد الشيخ، ما ادري ليش قاعد يسوي لهم سير شوي، ثالث مره الحين خلنا نتاكد. صمتك كلام، قلبي عليك لما تنام، قريب
يمكن في شغله قاعد تصير عندكم فينس خالد الشيخ في الحساب، يمكن انا طول ما ادري والله، بس تاكدوا لان ما بعد يشبك. حسين طلبت شو اسمها مريم تبي تبي انا وياك وانت وياك، شو كثر هالدنيا تسوى. ما عليش نقول دعوة خاولة دونا موجودة، حياك الله يا دونا، دونا السريع حياك الله. اليوم احنا طبعا حلقتنا عن ميلاد خالد الشيخ، طبعا انا من اشد اوكي حياكم الله طبعا جميعا اللي موجودين، لكم كل التحايا مرسلة من قلبي الصغير الى قلوبكم الكبيرة. اوكي انت وياي وانا وياك، ايش كثر هالدنيا تسوى. هديل وينك يا هديل؟ سوي لي ريكويست الله يحافظك. ما بعرف شو اسم هديل. وانا وياك ايش كثر هالدنيا تسوى. هالدنيا تسوى وانت وياي وانا وياك، ايش كثر هالدنيا تسوى. انت تزرع في حياتي وردة حلوة، انت تزرع في حياتي وردة حلوة، تكبر وتكبر وتكبر. هديل ما ادري شنو في فانز، المشكلة انه ما قاعد حساب الفانز يلقط معانا. ما فهمت، كلنا بندخل بحساب الفانز. اوكي حلو سويت، انا قاعدة اسوي لك، قاعد اسوي لي سيرش waiting for خالد الشيخ فانز. غريب ما قاعد يصير. بعد أني ما أعرف شنو اللي صاير. أوكي محمد يقول بخالد فازت بلاد أول بما غنى في الفن وما فيه غان، فقد كانت الفن أعلى الجبال، فقد صار الفن خير مثال وفي ثغره يستريح الجمال. الله الله حبيبتي غادة حياك الله، اسعدتينا بيتك وحشتينا. ما تبين تقولين كلمتين حق خالد الشيخ بمناسبة ميلاده؟ لا زال يسوي لي سيرش ترى حق فانس خالد الشيخ. ام غالة ما تبين تقولين لنا شيء؟ اللي عنده قصه وياه، اللي عاصره، اللي عرفه، اي احد يحب انه يتشارك معنا هذه اللحظات فيا ريت لا يتردد انه هو يسوي ريكوست علشان يكون معنا. اتوقع في مشكله في حساب خالد فانز معاه لانه قاعد احاول الحين، هاي يمكن سبع مره بس ما قاعد ينقطع. اللي جاهز ويحب يكون معانا حياه الله، واللي ما قاعد يطلع معانا يحاول انه هو يضبط العملية. اعتقد انه بالغلط معي ما يضر، الامور تحدث في اللايف. سلمى كم غلط. الموضوع حديث مع محبي خالد الشيخ بمناسبة يوم ميلاد اليوم، حبينا نتكلم مع الفانز ماله، حبينا نتكلم مع محبينا، ناخذ ونعطي، نتعرف على خالد الشيخ كإنسان بما أنه ما قدر يكون معنا اليوم، فحبينا من خلال متابعينا ومن خلال الناس اللي تحبه
يصير في بيننا وبينهم حديث، اللي يحب يطلع معنا طبعا لايف، اللي يحب انه هو يكتب لنا اي كلمات مثل ما الشباب والشابات قاعدين يكتبون لنا، دوت بالطريقة اللي انتم تحبونها. يكفي ان وجودكم يسعدنا اكيد. أكيد بس ما قاعد أشوف شكلي، ما أدري ليش ضبطيني، أروح ورا أروح قدام، شكلي واضح. أنا بديت تكونين مثل ما أنتي كذي، شحلي لو تتهبلين. أوكي تمام، شلونك؟ كلمك، أخبارك يا هديل؟ الحمد لله، الله يسلمك ويعافيك. شلون أمورك؟ الحمد لله تمام، كل شيء أوكي. زين محمد، قاعد أسألك بما أن أنتي إحدى الفانز تبع الكبير خالد الشيخ، يقول لك يا ترى بما انه هو مولود اليوم فشنو بيكون برج يا ترى خالد الشيخ؟ ماد الميزان. انا لان السؤال صعب علي قطيته عليك، خليته في مرمون. الميزان اعتقد. ان شاء الله محمد يكون الميزان وتقدر تراجع لفوتو وتتاكد. اوكي هديل، انا وايد سعيده بوجودك اليوم معنا. طبعا تعرفين حبيبتي هديل ان احنا اليوم يعني حبيت ان انا اطلع في هذه الساعات السويعات ك يعني خلينا نقول اجلالا مني لكم بالدور الجميل اللي انتم قاعدين تقومون فيه. يعني خلينا نقول هديل، انتم لستم اي فانز، انتم فانز لهم قيمه جميله، دور في المجتمع، قاعدين تعرفون خالد الشيخ بشكل محترم جميل، قاعدين تبرزون عطاءات حتى للأجيال الجديدة اللي جات وهي ما تعرف خالد الشيخ. ويمكن أنا من بداية البث وايد ناس قاعد تسألني من ضمن الصغيرات دلين الله يحفظهم، من خالد الشيخ؟ من هو خالد الشيخ؟ فكنت حابة من اللي قاعدين يتصلون وتعاطون وتفاعلون نعرف خالد الشيخ. اليوم أنا بعرف هديل من يوم كانت في المرحلة الإعدادية لليوم. هديل قطعت شوط طبعا الحين هديل محاميه، فابي اعرف بداياتك في تعاطيك مع الفنان خالد الشيخ، شلون حبيتي طريقتك، شلون حبيتي كفنان، كلميني عن هذه الجزئيات. طبعا خالد الشيخ موجود في ذاكره كل البحرينيين يعني من طفولتنا، اغاني المسلسلات بالذات. بس تجارب خالد الشيخ الموسيقيه في ألبوماته تعرفت عليها لما كنت في الثانوي في مدرسه خوله الثانويه بنات، كانت معلمة الموسيقى الأستاذة الفنانة هدى عبد الله. هي اللي كانت تدرسني في الموسيقى وأنا أتشرف إني كنت طالبة عندها. فكان عندنا يعني مكتبة موسيقية. صوتك حلو من الآخر. لا لا تدي على السريع. لا لا مو من البداية كذي، يمكن في المستقبل. فكان عندنا مكتبة موسيقية صغيرة، في عندنا شوية أشرطة، فمع المهودة كانت تتركهم كلهم يختارون الأشرطة اللي يحبونها، بس أنا ما كانت تخليني أختار. يعني هي كانت تختار لي مكان آمن للحب، رحلة الغجر. الله. فهي اللي كانت، ما أدري هل هي حست إن أنا ممكن إن أنا يعني تقودني إلى فن راقي معين، هي اختارتها. فبعدين إن قمت صار عندي نوع من الإدمان، حتى في محل النظائر اللي في بناية كويتي، إذا قلت اسم البناية صح، اللي أعتقد الحين انهدمت، كنت لازم أروح وأشتري. طبعاً اشتريت مو كل ألبومات خالد للأسف. أنا دائماً إذا أحب شيء ما أحب إنه يكتمل كله، على أساس إنه يكون في عندي شوق إنه في شيء ما سمعته، في شيء ما اشتريته، في شيء ما أخذته. للحين في عندي شوق، مع أنه موجودة الأغاني أونلاين وموجودة، بس للحين في أغاني لخالد ما سمعتها، في أغاني لخالد للحين ما اشتريتها، لأن للأسف الحين ما قاعدين نشوف أعمال جديدة لخالد، فعلى الأقل يكون في شوق إلى شيء جديد، حتى لو شيء قديم بس بالنسبة لي شيء جديد. عشان كذي أبو خالد لما يحط أغاني قديمة لخالد أكون مو سامعتها مثلا، يكون عندي شعور بالوحشة،
ان او دهشت بعمل جديد، سعاده بشيء جديد، فيعني ما عندنا الا هالحال. الصادقين هديل ان انا اكاد ان اكون امشي على خطاكي بس بدون ما انا حاطه في بالي ذا الموضوع. يعني انا في بعض الامور ما سمعتها حق طبعا فنان الكبير خالد الشيخ، ولكن انا لازلت مثل ما نقول يعني اسعد بسماع القديم، ولازلت اعتبره شيء جديد. انا في كل مره اسمعه قاعده اكتشف زوايا مختلفه كاني اسمعها للمره الاولى. بالضبط بالضبط. فدائما شعور الدهشه جميل، يعني اعمال خالد الدهشه اللي تصيبش اول هذا اول ما تسمعينها هي اجمل ما في اعمال خالد. فما ابغى اني افوت على روحي شعور الدهشه هذا واقعد اسمعهم كلهم كلهم مره واحده، ما مو مع خالد الشيخ يعني. اكيد اكيد يعني أبغى لك الشعور هديل. زين هديل، ما في امل تبي تقولي لنا ما تقطع مثلا يا محمدي كذي اخر اربع كلمات يا بعض؟ ما في امل كلمة يعني؟ والله صوتي مو ذاك الزود، بس يعني امشي يعني حاوله. احنا بنمشي معاك ترى، احنا نحب اللي يمشي ونمشي معاه. قولي لنا كذي ما يمكن يكون لونك حزن، يمكن يكون صمتك كلام، قلبي عليك لما تغيب، قلبي عليك لما تنام، مهما تعيش بين الظلام، انت القمر يا محمدي. وبس، ما عندي عرب وما عندي مسافات في صوتي. انت ما عندك، ما تقدرين تروحين وايد فوق، ما عندك علو، بس ما شاء الله عليك يعني جميله هديل، وايد اسعدتيني وايد، حبيت يعني الصوت الجميل دي اللي خذني في ابعاد وبنك الاغنيه، عرفتي؟ حاولي تفهميني هديل. ابغي اعرف اي اغنيه لحد الان اللي تكاد ان تكون تملكتك من اغاني خالد الشيخ. ابيات غزل بدون تفكير. الله، قولي لنا بس بيتين علشان خاطر ام غالة. بعد اغني. انا وايد عجبني صوتك، تقول لك امونه صوتك جميل يا جميل، ايش رايك؟ اليوم اكتشفناك احنا شكلنا. تفاحتي يا حبة حرام يباح، إذا فهمت مقلتك شرودي وصمتي، ألا عجبا كيف تشكو الرياح بقائي لك. أتعب أتعب، ما أقدر أواصل والله هدي الصدرية بلي، بس يدي على خدي بلا صدري. فأنت خلود النبيذ بالصوت وطعم الأساطير والأرض أن وبقيت برافو عليك، برافو عليك يا هديل، يعني جميلة وتحتاجين بس شوية تدريب وبتصيرين بيرفكت. اوكي خلاص اتدرب. فدشي في الخطة من اليوم والله يعطيك العافية. وبعدين يقولون لك ان شاء الله تبارك الرحمن فاجأتيهم بصوتك، وانا وايد سعيد اليوم بدخولك يا هديل، ويقول لك صوتك ينن تبرتش حلو ما شاء الله. هي الكلمة عنيفة بس انا اللي افهم منها ان انت جميلة جدا يا هديل، بارك الله فيك. الله يا رب يعطيك العافية وخلج بالقرب لان احتمال تردين تشي معانا. ها اوكي تمام، شكرا، يعطيكم العافية. في امان الله يا هديل، مع السلامة. يا حليل هديل، شفتوا صوتي شلون جميل؟ اعقد النية بس ودش في الموضوع، بتكون عطاءاتك جميلة ومتميزة. مر حسين لازال موجود معانا، تبرش حلوة ما شاء الله،
اسم على مسمى تبرشن. يعني هو المهم ان انتم كلامكم كله ان هذه الابداعات فعلا انا معكم. اللي يحب يطلع معنا، اللي يحب يكتب كومنت، اللي يحب انه هو باقي اخر ربع ساعه في ذي الساعه حق اخر ضيف اللي يحب يكون متواجد. وطبعا اسعد دائما بوجودكم، وانتم حبايب خوله فعلا، وانا وايد محظوظه بوجودكم في حياتي. اللي قالها مساء حسين، ما اعرف وش اسمها الاغنيه، تذكرونها قولوا لي عشان ما احب اكسر خاطر احد. نبرتش يعني قصدها، يعني خليتيها يا خاوله الظاهر تغني وهي ما كانت تغني، فهمتش اتوقع. نعم صوتها مثل ما نقول احنا نقي، وتقدر ان هي فعلا مع التدريب تصير بيرفكت، جميله جدا. انزين عطني واحد مرش، قولوا لي شنو قال حسين كان كاتب؟ ليش الحين؟ يمكن ليش الحين جمال. اتوقع ليش الحين، ايوه هذه اللي خلت احدى الفانز اللي طلعوا معانا الحين يقول يوم سمع ذي الاغنيه على طول راح وتزوج. سبحان الله. اتمنى حسين تكون موجود عشان ما تقول خوله ما حطت لي الاغنيه اللي ابيها. قربوا، من قربوا؟ احنا لازلنا في انتظار النكست جيست على اساس حق الوقت، بس من يحب يطلع معانا؟ هدي لوش، الحين فهمت شكل حسين يمكن ندم انه هو تزوج. انا ليش الحين شنو؟ يا حليل حسين، نجرب وقادم بعد وقادم. صلاح افتح المايك الكاميرا. شكله حسين يمكن ندم انه هو تزوج. انا ليش شايفين شنو؟ وينك ما قاعد تطلع؟ ما عليك، احمل الفضل لانه في زوم. الى اوكي السلام عليكم. اوكي صلاح تسمع؟ لا تسمع التحية اللي قاعدتي. لحظة خولة، المايك الكاميرا. مساء الخير استاذة خولة، صلاح. اوكي استاذة خولة تسمعيننا؟ نعم اسمعك. اي بس صلاح ما سمعت. اوكي انا لازم، احنا قاعدين نسوي محاوله مميته مع اهل الامارات، ويانا صلاح من الامارات. لان فعلا عندهم مشكله في الزوم. صحيح استاذ صلاح. صلاح لحظه بس، لازم اوقف اول شيء الانستغرام ذي. نعم ثواني استاذه خوله، بس اوكي اوقف الشغلة كذي، فتقدر تحطين اغنية انت الحين وانا بطلع وبرجع. اوكي مشكلة ان بعض اهلنا حبايبنا في الامارات لانه ما يحطون في شغلة معينة، انتم تعرفونها اكيد حتى اكثر مني. اذا ما حطوها في بان، اذا ما حطوها ما يقدرون انهم يتواصلون معانا لايف في الزوم دائما في الانستغرام. ف ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، يعني احنا تضبط الامور يكون معنا. اتوقع حسين طلع لذلك هو ما قاعد يعقب على الاغنيه، كانت طلبه اكيد. نريد نعيد المحاوله مره ثانيه ونشوف. ساعات احس من الرداد استاذ سمير وياهم، ما ادري ليش عندي هالاحساس. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ صلاح شلونك؟ بخير، عساك بخير اختي خوله. سعيدين جدا بوجودك معنا في هذه الدقائق البرشز القيمه جدا. وانا اسعد، الله يبارك فيك. اول شيء اسلم على الجميع واشكرك على جهودك الواضحه، واشكرك على المساهمه في الاحتفاليه هذه، الاحتفاليه اللي احنا نعتبرها هي يعني صارت في كالندر حياتنا، يعني
في احتفالية عيد ميلاد خالد الشيخ، الموسيقار خالد الشيخ. أنا ما أحب أهني خالد الشيخ فقط، أحب أهني محبينا أولاً زين، ثم بهني خالد الشيخ. فأهني محبين خالد الشيخ اللي اجتمعوا حوله، حول فنه، حول حبهم الصادق له وطوال هذه المسيرة ودعم هذه التجربة. ومن ثم أهني خالد الشيخ على حب هذا الجمهور له قبل أهني عيد ميلاده، لأن هو فعلا يعني يستحق التهنئة بمحبة هذه الناس له، وبمحبة يعني الجميع والتفاتة حول فن خالد الشيخ. خليني لو رحت أنا على يعني الدائرة الفنية قبل لنروح للحياة الشخصية أو الاجتماعية لخالد الشيخ، ومن ثم أقول لخالد كل سنة وأنت طيب، وكل سنة وأنت بخير وصحة وسلامة، الله يطول بعمرك ويجعلك إن شاء الله دوم في صحة وسلامة يا رب، أسرتك الكريمة إن شاء الله تعالى. جميل جميل استاذ صلاح، يعني انت لست مجرد يعني مدير اعمال ولكن ما شاء الله عليك انت يعني صديق عمر وشخص مقرب جدا من خالد الشيخ، وقضيت معه احلى الايام واحلى السنوات، واكيد عشتوها بحلوها وخلينا نقول صعوبها، ومريتوا بمراحل متعدده، ومن ضمن يمكن ذيك المراحل دي اللي هي الفتره الاخيره، عشتوا فتره الكورونا، وأتوقع أنه يمكن في حدود 6 شهور إذا ما كان أكثر وجود الأستاذ خالد الشيخ معاك في الإمارات ومتواجدين مع بعض. إذا حبيت أستاذ صلاح نتكلمنا عن خالد الشيخ كإنسان، شنو أكثر ما يميزه كإنسان؟ عفوا عفوا، سؤالك كان موجه لمدير أعمال خالد الشيخ؟ لا، سؤالي موجه لك كونك أن أنت عشت معاه مراحل مختلفة كإنسان، بغينا نعرف شنو اللي يميز خالد الشيخ كإنسان. أوكي، شوفي طال عمرك، أنا تعلقت بخالد الشيخ من أول ألبوم، يعني الحمد لله إن ما فاتتني أي مرحلة في حياة خالد الشيخ الفنية، ما شاء الله، وعشناها بحلوها وبمرها، حلوها بفن خالد الشيخ ومرها هو كان أيام هالهجوم الكاسح على خالد، إنه كونه أدخل شيء جديد على الفن واللي اتهمه بالعبث في التراث وإلى آخره، فكنا نتألم لما نسمع أكثر من خالد الشيخ نفسه. خالد الشيخ كإنسان، خليني أقول لك، تعرفت أنا على خالد وأنا في المراحل الدراسية، أعتقد كنت أول ما تعرفت على خالد يمكن كنت في أول ثانوية حاجة شيء كذي. فخالد طول ما يعني ثم امتدت علاقتنا إلى كبرنا ونضجنا وصرنا نعمل خالد الشيخ في بعض روحاته وجياته وجلساته. فخالد رغم ما نسمعه من كلام من تجريح من كذا، إلا أن أنت خالد، خلي أقولها لك بكل صراحة، لم يتكلم عن حد قط، ولا كان يرد ولا كان يهمه هذا الشيء. خالد كان رجل تعلمنا منه الثقة في النفس، اللي هو عارف شو اللي قاعد يسوي، رجل ما كان يلتفت وراه أبدا. خالد كان ينظر لأمامه، ولا كان يعني على الصعيد الاجتماعي خالد لم كان يتطرق للناس والحديث عن الناس أو الحديث أو التجريح أو كذا أبدا. كان يسمع، ربما أوقات يضحك، ربما أوقات يلتزم الصمت. خالد إنسان، خليني أقول لك، أنا أتكلم عن خالد الإنسان. خالد طبعا اللي حببنا بخالد الشيخ روحه المرحة، خالد مرح جدا، خالد يعطي كاريزما خالد وروح خالد تعطي المكان جو غير، يعني ما تملين الحديث معه، ما تملين القعدة معه، ودك إن الوقت ما يخلص، ودك إن الوقت يعني ما ينتهي. خالد المعطاء صراحة، المحب للجميع، يعني خالد يعني إنسان عادي جدا، جدا متواضع، محب، معطاء،
له دور إنساني كبير ما أحب أتكلم فيه. أنا حتى أنا يعني من ضمن الناس المقربين ما كنت أعلم بهذا الشيء إلا عرفته من ناس يعني. خالد أياليه بيضاء، خالد الإنسان، هذا أنا أتكلم عن خالد الإنسان. خالد الله يطول بعمره لأهله وأقرباء أولا وثم يطول عمره لنا. خالد صعب تكراره، خالد الشخص اللي يعني حبينا عنقر. سويتي فولد حبيبي. الله يعطيك العافيه. طالع اللابتوب صلاح عشان لان قاعد طالع في طالعنا صلاح حبيبي، طالعني طالع الكاميرا كاميرات اللابتوب. يمكن هو مرتاح كذوك سمير. يمكن استاذ صلاح انا اللي يعني قراته في كلامك ايش كثر هالعلاقه الجميله اللي تربطك مع الاستاذ خالد الشيخ. يعني علاقه جدا قويه جدا جميله، الله لا يغير يا ربي عليكم. لكن لو يتبى اسالك في فحوى ما قلت، الكثير من المعاني أنت ذكرتها عن الفنان الإنسان خالد الشيخ، ويمكن أنا اليوم حبيت أركز أكثر على الناحية الإنسانية في خالد الشيخ كونه فنان. فيا ترى شنو الأمور اللي ممكن أن تغضب خالد الشيخ؟ اللي تغضب؟ تغضبه في الفن يعني. خالد حتى يعني ما رأيت أنا خالد غاضب في الفن يعني. خالد حتى في لو تطرقنا إحنا كفن أو مقارنة أعمال أو كذا، خالد ما يعلق، ما يعلق، ما يحب يربط نفسه أو يقارن نفسه بالناس. خالد جميل. حصان سباق ما يرى إلا أمامه. فأدريني ما عندي جواب لي خالد شو يغضبه في الفن. خالد كل اللي أقدر أقوله إن خالد يحب الفن الرابي، يحب يستمع إلى. نعم هذه اللي كنت أبيك تقوله. هذه اللي كنت أنا أدوره. يعني خالد الشيخ لو بنقول شنو اللي يغضبه مثلا، ممكن يكون لحن غير متوازي، ممكن كلمات ما تنساق مع اللحن. هذه اللي كنت أقصده، أن خالد الشيخ لأنه إنسان متميز ولأنه إنسان مثقف فنيا، فتلقى أنه ما شاء الله يعني كل ما يقدم لنا يكون يعني متكامل. فأنا أتوقع أنه هو أسيرتيف، يعني يحب أن كل الأمور تكون في نساقها الطبيعي والصحيح علشان تطلع لنا هذه الإبداعات. فأنت جاوبتني أستاذ على سؤالي بطريقة أخرى، فالله يبارك فيك يا ربي والله يحفظك، ونتمنى أن هذه العلاقة تبقى إلى الأبد إن شاء الله، والله لا يغير عليكم. ويكفي المشاعر اللي طلعت منك لو شعوريا أستاذ صلاح، يعني الدمعات هذه البسيطة اللي بقت تطلع، يعني هذه تبين لنا إيش كثر أن العلاقة بينكم علاقة جدا يعني جميلة، وعلاقة نتمنى فعلا أن تستمر إلى أبد الأبدين. الله يعطيك يا ربي ألف عافية وسعيدين جدا. أختي خولة خلينا أقول لك كلمة. تفضل. خالد الشيخ يكاد الفنان الوحيد. نعم. وليس تعصبا ولكن هذا حق. خلينا أقول كلمة حق يعني. خالد الفنان الوحيد اللي اجتمع محبينه على فنه وليس على اسم. نعم. خالد. نعم. فشوفين محبين خالد الشيخ يناقشون أعماله، يحللون أعماله، يتفاخرون بأعماله، يتفاخرون يعني بمقاطع في هذه الجمل، كيف اختار هذه الكلمة، كيف اختار هذا اللحن، كيف أدخل هذا الصوت، وكيف أدخل العود هنا، كيف يعني تشوفين حبهم وتنقيحهم في الأعمال في فن خالد الشيخ، بعكس المحبين الآخرين لبعض الفنانين تجدينهم يجدون الفنان أكثر من عمله. نعم. خالد الشيخ هو نعمة صراحة. خالد الشيخ احنا مستمتعين بعلاقتنا به شخصيا، مستمتعين به كأعمال، مستمتعين بأنه أوجد لنا بيئة فنية موسيقية راقية جدا نتنفسها صح. شكرا للجميع. نعم. وشكرا لجهودكم. بارك الله فيك. حياك الله، حياك الله أستاذ صلاح، سعدنا بوجودك. ايش تبي تسمع صلاح؟
أنا كنت أبي أسأله شنو أقرب الأغاني إلى قلبه سمير؟ موجود ما زال وهو سألي. أستاذ صلاح شنو أقرب الأغاني إلى نفسك؟ أغاني خالد الشيخ مثل عيالنا، يعني كلنا مثل ما نحب عيالنا كلهم نحب أغاني خالد الشيخ. خالد الشيخ يعني جميل لكل يعني يعني أنا أقرب الأغاني إلى قلبي صراحة، يعني أو دائما أحس أن أرددها من غير لا شعوريا، يعني دائما أحب الليل ضمك وتضمينا، أحب الشوق نسمعها صلاح بصوت نحب جزء منها سمير صلاح نسمعها بصوتك بصوتي جميل أحب الليل ضمك وتضمينا، أحب الشوق وسينا، أحب الليل ضمك وتضمينا، أحب الشوق وسينا، أحب أمشي طريق كنت تمشينا، كانت قصتي وياك غرام الليالي ومسرى خيالي، وإذا طفت بالي زماني سحر. شكرا. الله 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 يعطيك العافية الصلاه. يعني أنا أول مرة أسمع صوتك، بس ما شاء الله عليك، يعني صوتك يدخل إلى الأعماق. بارك الله فيك والله يعطيك ربي ألف عافية. جمع حفظك. يحفظ الله. الله يسلمك. مع السلامة. مع السلامة. ما شاء الله عليك أستاذ صلاح، ما توقعت بصراحة، بس صوته ما شاء الله عليه جميل. يعني شوف كل واحد مثل ما نقول، يعني التون مال صوته مو التون، شنو نقول معاي؟ اللي هي مخارج الأغنية. بس ما شاء الله عليه جميل. أستاذة خاولة، أنت مرة إنسانة تنحبين تدخلين القلب، يشهد الله مرة تعجبني شخصيتك الجميلة وكلامك الحلو، ولا يهونون متابعينك كلهم ذوق. الله يسعدكم جميعا، أنا محبتك وأختك الصغيرة أو بنتك الصغيرة غنج من أبها. حياك الله يا غنج، وأنا مساعة أقول يا ربي جي أو أو جي جي أو. يلا غنج، إذا الله خير على الأقل فهمتيني. لأن ترى غنج لك علي، ترى بعض الحروف ما أقدر أصيدها. ما شاء الله علي، نبرة صوته جدا جميلة، ويعني لا عجب لأنه يوم يعني بدأ يبكي على العلاقة الجميلة. شوفوا إيش كثر، يعني هو إيش كثر كلوز مع خالد الشيخ، لذلك يمكن لين يتكلم عنه يشعر بأنه لا زال ما قال الكثير من الأشياء اللي لابد أن تقال عن خالد الشيخ، ويستاهل خالد الشيخ أبو الإبداع كله. حياكم الله للمرة المليون حبايب خولة، أحبكم وايد. لازلنا في انتظار من يحب يطلع معانا ويكلمنا عن خالد الشيخ. فانس خالد، إذا في أحد الحين متواجد وبارز علشان يطلع معانا، ياريت تخبروني علشان تكونون معانا. خلنا نشوف أغنية حسين. حسين مسكين روح لنوم شكله، فخلنا نشوف. بس باقي أبو خالد يغني لنا بتكمل. ما قلنا حق حسين يغني. حياك الله يا مشعل البوبشيت، حياك الله مشعل. طبعا حلقتنا نرد نكرر ونقول اليوم حديث مع محبي خالد الشيخ، بما ان اليوم يوم ميلاد خالد الشيخ حبيت اطلع كذي في حلقه سريعه. طبعا ما نزلت اعلان مثل باقي حلقاتي اللي انا انزل لها اعلانات، لان فكرت فيها في خلال سويعات وحبيت اني انا اطبقها ونطلع معاكم اليوم. اي لازم اليوم ابو خالد يغني لنا بمناسبه يوم ميلاد ابو دارين. باقي استاذ سمير ممكن يدخل معنا، اتوقع ان نقدر نكمل، لان الحين خبرك هذه اعطانا ساعه اضافيه فنقدر نكمل.
فياريت يتدخلون على التوالي اللي حابين يطلعون معانا، واللي حابين يطلع من لاي في انا فانس خالد الشيخ طبعا بيطلعون من حساب فانس خالد الشيخ، واللي يحب يطلع معاي من لاي في انا يقدر يدز لي ريكوست ويدشون معانا ان شاء الله. انيس وين انيس؟ لا لا ابو خالد لا وقت لا تحاتي محمد الحين، خلينا نشوف انيس. انيس موجود معانا؟ انيس الليل حياك الله هاجر، تحبين تشاركينا اليوم حلقه كذي سريعه سويناها بمناسبه يوم ميلاد خالد الشيخ، وحبيت اني انا اطلع فيها مع الجمهور، واكيد ما كان مرتب لها وحتى اعلان ما سويت لها مثل ساعه قاعد اقول، فاللي حبي يطلع معانا يبي يتكلم عن خالد الشيخ يقول موقف معاه شغله صارت يقول كلمات فيه اعجابه فيه ممكن يطلع معانا. الحين بحط لكم الاغنيه اللي لقت صدى كبير، خلينا نشوفها. أنيس قولوا لي أي واحد أنيس هل يسوي لي ريكوست؟ عاد أنيس أحب نخليه يسوي لقطة العيون مالت سعدون. أنيس أين أنت؟ ما أشوفك. والمرة يا حليوة يا سمرة. فالروحة وليهية وين شو اسمه مخاوي الليل شو اسمه أحسها بشرايي وأهل الدار واللي غاب عن عيني. وين اللي بيشون من فانس خالد الشيخ اللي موجود طبعا وجاهز؟ اشوف وقفتوا كتابات عن خالد الشيخ عدينا الساعة لأننا لا. طبعا الدعوات فتحية عجلون والله يعطي الصحة والعافية. أنيس الليل أنيس وينك يا أنيس؟ أنا ما أشوف مكتوب أنيس بس خبروني أي واحد. أنيس شكله مو بأنيس بس أنا طقيت. أنا كنت عارفة بسيدي كلوي بس أبي أنيس مو تشوفه أنيس بصراحة. إذا تعرفون أي واحد أنيس خبروني. اي بس انا قاعدة احاول ما قاعدة القى خالد الشيخ فانز. ليش طلعوا؟ طلع اللي في خالد الشيخ فانز. حياك الله يا يمي يمي من الامارات. طبعا اللي موجودين معانا حاليا على اليوتيوب ان ناديه تقول الله يبارك في صحه بدارين وطول في عمره وكل عام هو بخير. ساميه محمد تقول اطلع عمره وكل عام هو بألف خير. صوته خفف عنا متاعب هذه الحياه واطلق خيالاتنا في عوالم اخرى. الحان العذبه تجعلنا نسمع بارواحنا ونبحر معه الى البعيد. أنيس يقول كل عام فناننا الكبير خالد الشيخ بألف خير وصحة وسلامة وعمر مديد. في انتظار من راح يكون معانا من خالد فانس. السلام عليكم. السلام كيف أستاذة؟ إن شاء الله بخير. أنيس الليل صح؟ أنيس نعم أنيس الليل حياك الله يا أنيس. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. زينين. أنيس طبعا أنت من وين تكلمنا؟
أنا مقيم في إيران. نعم. أنيس طبعا من محبي وفانز خالد الشيخ، الفانز الراقيين الجميلين اللي قاعدين ينقلون الأغاني بشكل جدا جميل ومتميز من خلال أدائك اللي قاعد تقدم فيه. كلمنا أنيس، متى بدأ حبك يظهر لإبداعات خالد الشيخ؟ بصراحة هو التعلق بأغاني الفنان الكبير خالد الشيخ من الطفولة، لكن فترة التسعينات بدأ ميولي لعبد المجيد أكثر، كان عبد المجيد محمد عبدو أكثر. تقريبا 2013 البداية كانت مع مرحلة خالد، تأثرت كثيرا بألحان، يعني رجعت إلى الأرشيف، وجدت في الأرشيف مثلا كنوز من الإبداع والطرب والأعمال الجميلة، فبدأت يعني كل يوم أتمرن على أغنية، أحفظ أغنية، إلى أن جمعت يعني كمية من الأغاني القديمة، وبعدها حتى طورت إلى بعض أعماله من ألبومات الأخيرة، يعني جمعت بين القديم والحديث، حفظت من القديم وحفظت من الحديث. كذلك الأغاني اللي لحنها لعبد الرويش مثلا، عبد المجيد، كل أعمال اللي لحنها لعبد المجيد أنا تمرنت عليه وحافظ. يا ترى أنيس الليل من أطلق عليك هذه اللقب، ولا بروحك حطيته حق روحك؟ لا أنا بروح صراحة، بروحك حطيته يعني. شنو حسيت وانت تحط تكتب أو تختار هذه اللقب؟ هو يعني أنا دائما كنت أسهر، يعني أسهر دائما، ما أنام الليل، فتعودت على أن أسهر، فأستأنس بالليل دائما، فسميت نفسي أنيس الليل. بما أن أنت تستأنس في الليل وإحنا موجودين في فترة الليل، إيش رأيك تدندن لنا وتسمعنا إحدى الإبداعات مالتك؟ إن شاء الله. أحد أعمال الفنان الكبير خالد الشيخ. نعم. من الحديث ولا القديم؟ أنا أبيك تبتدي بالقديم علشان نتدرج في ذلك. كل الوردة؟ اي الوردة والهان عليك. الوردة والهان عليك، والسكة والهان عليك، الوردة والهان عليك، والسكة والهان عليك، والكلمة والهان عليك، يا ضايع في الزمن. تقصيت الخبر عنك وعاتبتك عدد مرات، تقصيت الخبر عنك وعاتبتك عدد مرات، ومنعك بالعتب تصورات أنا العتب، تصورات أنا الأموت، تصورات أنا العتب، تصورات أنا الأموت، وأنا الأنطر، أنا الأنطر خبر عني عدد الشهور. الوردة والهان عليك، والسكة والهان عليك، والكلمة والهان عليك، يا طير يا طير يا ضايع في الزمن. الله الله يا أنيس الليل، ما ريش لك بتطلع من لساني مخاوي الليل، مو بعرف ليش. المهم أنيس ما شاء الله عليك،
طبعا لاحظت شغله جميله، يعني كونك عراقي ومقيم في ايران حاليا، ولكن يعني خلو اقول لك مخارج الحروف اللهجه البحرينيه جميله جدا عندك ومتقنها صح، ادائك جدا جميل يا انيس الليل، وانت فعلا انيس الليل. انزين قول لي انيس، ايش قدر تحتاج تتدرب على كل اغنيه علشان تتقنها؟ حسب الاغنيه وصعوبه الاغنيه، في بعض الاغاني تكون فيها سلاسه وسهوله. ما يعني ما يمكن اسبوع، يمكن ثلاث ايام، وفي اغاني يمكن شهر، مثل فدوة اللي غناها علي ستار من الحان الكبير خالد الشيخ، هذه طولت كثير. وايد اخذت مني تقريبا شهر. ولكن يتروالي اللي يسمع صح واللي عنده الفن في دمه قادر انه هو ما يكون عليه ذي الشيء صعب، لانه انا اتوقع ان الغناء بشكل عام ما له لغه. يعني انت حتى لو تسمع شيء يمكن خارج عن حتى معاني انت ممكن تفهمها، ولكن سبحان الله يعني اغاني خالد الشيخ تصل الى صميم اليوف. شو رايك انيس؟ طبعا الاعمال تدخل القلب مباشره. نعم. انزين انيس، شنو اقرب الاغاني الى قلبك؟ سافر دائما. دائما سافر اغنيها، دائما اغنيها سافر. انزين تحب تغنيها لنا؟ اهلا يا بوبي. شراك لدني عندني الزمان، ارجعني بحب الثروات مثل صدر الموالي للمراكب أمان. سافر ارتفاع الصواري وانا شراك لدني عندني الزمان، ارجعني بحب الثروات مثل صدر الموالي للمراكب أمان. ارتفع الصواري وانا شراك لدني عندني الزمان، ارجعني بحب التراني مثل صدر المعاني للمراكب أمان. ارجعني بحب التراني صدر المعاني للمراكب
كيف أنسى كل فاصلي وأنا شر تدري عني حزمة ارجع لي بحب التعالي من صدر المواني للمراكب الله الله يا أمي الليل. جميل جميل ما شاء الله عليك، مبدع مبدع. يعني أنا أنت خذيتني في مرحلة مختلفة، وطبعا الكل قاعد يثني على صوتك وعلى أدائك، وسعيدين جدا أكيد ما أروعك. عشت الصوت دي جمال، يعني كثير كثير من الجمال اللي قاعد يذكر في حقك، وأنا أتوقع أن أنت تستحق أكثر لأن ما شاء الله عليك جدا مبدع. وايد سعيدة أنا اليوم أني سنة أنت معانا أكيد، وحبيت أسألك يعني المغني واللي يحب أنه هو يأدي ويكون هذه الممثل أو خلينا نقول المغني اللي لا اسمه، هو بالنسبة له النبراس، هو بالنسبة له المثال، يا ترى شنو أكثر شيء يجذبك في شخصية خالد الشيخ؟ شخصية الفنان. نعم نعم، انت يمكن عرفته كإنسان، تشوفه كفنان، تسمع عنه، فشنو أكثر شيء لفت نظر أنيس في خالد الشيخ؟ تواصله مع الفنانين وعلاقته بالفنانين، مثلا عبد الله الرويشد او ان شاء الله يعني تحس انهم اخوة، تحس انهم من عائلة واحدة سبحان الله. جميل جميل، وهذه فعلا واضح أنيس. هذا من أجمل الأشياء اللي تعجبني في شخصية فنان كبير خالد الشيخ. وأنت بعد أنيس، أو روح صوتك كأن أنيس. ما صوت؟ أي أوكي الحين أوكي. أنيس راح الصوت ورجع. أنيس أنا أتوقع أن أنت جدا متواضع، أحسك أنك جدا حبوب. حبوب شلون؟ يعني أن أنت تحب هالمجاميع اللي هي قاعدة تبادلك نفس الحب، وبالتالي أتوقع أن إحنا بعد نستاهل أغنية ثالثة منك لنا. إحنا طماعين عاد أني. لا بالخير. ركوس عشان أدخلش على طول. اسمي وميلادي. يقول اسمي وميلادي. نعم. صوت علي وانا عدود اخر الوادي، كلمتيني وكنت احسب الكلمات تمر، كلمات تمر عادي، حبك جيبك صوت علي وانا عدود اخر الوادي، كلمتيني وكنت احسب الكلمات تمر، كلمات تمر عادي، قلبي تركت عندك وركيت بلادي، ومن يومها من يومها حبك يا حبيبي عيد ميلادي، دايم 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 ترافق ليلتي من وادي لوادي، دايم معاي دمرة دايم معاي دمرة ترافق ليلتي من وادي لوادي، خليت أسرى بالفرح تنقش
على صدري ميلادي نادي علي وضب علي أنا ما أمل من صوتك الهادي راضي بشموسك وبكسرك بظروفك عندي الأمر عادي نادي علي وضب علي أنا ما أمل من صوتك الهادي راضي بشموسك وبكسرك بظروفك عندي الأمر عادي قلبي تركت عندك ورديت ما شاء الله عليك مبدع. أنا طبعا دشوا علينا ناس يعني مثلا علي قاعد يسلم علينا مسكين من فرنسا حياك الله يا علي يقول خالد الشيخ أنا أغاني تلمس القلب والروح بشكل رهيب تحياتي ومحبتي وإحنا سعيدين بتواجدك علي كذلك إبراهيم من سلطنة عمان يرسل تحايا لنا ويطلب لنا طلب جميل هو طبعا حياك وأثنى على صوتك وقاعد يقول أستاذ خولة الله يحفظك وطالب العمر إن شاء الله والله يعطيك الصحة والعافية ولك بالمثل يا إبراهيم يسعدنا وجودك معنا نادية تقول لك يسلم هالإحساس وإيه الخلفان يقول لك يعني وجه جميل يرسل لك عبر الأثير نادية تقول لك يسلم هالصوت وتسلم هالطلة بابو يقول لك محمد وتوقع محمد تتعرفه محمد ليش ما تطلع معنا قست إنزين وبعدين عندك طبعا البقية محمد بن رجب قاعد يسلم عليك ويقول لك حياك الله واكيد اكيد سعيدين جدا فيك. زين اخر طلب وانا بطلبه مقطع صغير من يا محمدي انا وايد اعز هذه الاغنيه بعد تقدر؟ تقدر تساعدنا فيها؟ تخلينا نروح احنا مرتاحين نفسيا؟ القبل الاول يمكن يكون اللي تحب يمكن يكون لو حزن يمكن يكون صمت كلامك يمكن يكون لو حزن يمكن يكون صمتك قلبي عليك لما تغيب قلبي عليك لما تنام قلبي عليك لما تغيب قلبي عليك لما تنام مهما تعيش بين الظلام انت القمر يا محمدي يا محمدي يا محمدي يا كل
شكرا شكرا يا أنيس. وانت فعلا أنيس ليل. واذا انا كنت بطلع بوتر في الحلقة التكملة ابيك تكون معاني يا أنيس اذا تقدر بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله تضبط حق باكر وباذن الله ان شاء الله نطلع وراح اخبركم انا اذا بيكون فيه. سعدت جدا بوجودك انيس. انت انيس الليل، انيس النهار، انيس البحر، انيس البر، كل ما يحلى لك يجب ان تطلقه على نفسك. انت جدا جميل في كل عطائك وكلكم وكلهم يعني مرتاحين سعيدين جدا بصوتك. كلمات جدا جميله قاعده ترسل لك يا انيس. ام غلط تقول لك مبدع، مبدع جدا في صوتك. طبعا هديل تصفق لك من اعماق اليوف وروعاتك، صوتك كل احساس، قلبهم عليك لما تغيب ولما تنام. الله يعطيك الف عافيه وخلك دائما على تواصل معنا يا انيس لانك مبدع الى النخاع. في كلمه تبي تقولها اخر شيء؟ تحياتي لكم، شكرا لكم لدعمكم دائما، نقول كل عام فنانة كبير خالد الشيخ صحة وسلامة والأمر. وأنا أنصحكم تابعوا أنيس، تابعوا حسابي عندكم وتابعوا لأنه يستحق ويستاهل لأنه مبدع. في حفظ الله يا أنيس، وطرشوا لك 35 قلب من عند فوز. أوكي راضي، في أمان الله، مع السلامة يا أنيس. أمتعتنا بصراحة، في حفظ الله. ما شاء الله علي أنيس بصراحة سكت الكلام. إنزين، في عندنا كذلك إحدى الجستات تبي تطلع معنا، فخلونا قبل الله يخلص علينا الوقت. وأتمنى أن اللي بقوا ويمكن أستاذ سمير كرر أساميهم يا ريت تطلعوا معهم، ترى أنتوا كرامة وإحنا نستاهل. محمد يا أنيسم في دجى الليل بعود ونغمي ورفيقا في ضوى الصبح إذا الصبح ابتسمي ابتسم قد تسلينا بلحن وتسامرنا بنغمي. محمد تقدر تكتب على الشعر فيني؟ بكون وايد سعيدة ترى محمد هاشم، أكون وايد سعيدة بالإهداءات اللي تهدى من القلوب المحبة إلى القلوب التي تبادلها الحب. لحظة، احنا نسين حصة، لأن لازال حصة ترى يسوي لك سيرتش. ليش؟ إذا خلنا نشوف ما كتب. انزين، أوكي جميل. في أحد يبي يطلع قبل أن نختم؟ لأن أشوفكم كنا تعبتوا، وعقب بصراحة أغاني أنيس الواحد لازم يروح ويفرد عافيته بكل لطف. ايش رايكم؟ سعدون ما كملت لكم. يا شوقي طايح فوق البلد علمت حصه. وين حصه؟ انتوا كذي حمستوني ان نسوي حلقه بعد واحده ثانيه، لأن في مواهب جدا جميلة ولازم نبرزها للآخرين. أشم الليل وأهل الدار واللي غاب عن علم. وين حصة؟ حصة لازلتوا انتظر اشترى. ترى بوزمر حصة إذا ما طلعتي معانا. ها إن شاء الله إن شاء الله، ولا يهمكم باكر بإذن الله إن شاء الله إذا ضبطت الأمور أخبر فانز بعد خالد الشيخ، وإن شاء الله اللي يحب يطلع من خلاله أو يحب يطلع معاي من خلال
لا زلت اسوي سيرش حق حصه باي ذا واي. لا اللي فاته طبعا الجزئيه الاوليه يقدر يتابعها في التسجيل اللي الحين راح انزله ان شاء الله اول ما نخلص. هديل بصراحه ابدعت، هديل جدا جميله. ليه حين مسكينة حصة قاعد يسوي لها سيرت الظاهر في مشكلة. انزل الحين هي الوقت اللي أنا أودعكم بكل حب وأقول لكم أسعدتونا اليوم. أنا جدا سعيدة ولكن بقى شخص واحد لابد إنه يطلع ويقول لنا كلمتين، وإذا الله قدره يقدر يغني. أستاذ سمير وينك؟ يعني ما يصير يخلص اليوم وبهالمناسبة الجميلة وأنت ما تطلع معانا تقول كم من كلمة. لا صعبة، وايد صعبة. الدخلة أستاذ سمير لازم تصير على شيء في عنف. شنو تقولوا لي أي غنية؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله أستاذ سمير صار صغير. لا أنا من ضمن المجموعة، من مجموعة الأطفال. أنا أول شيء والله الحمد لله بخير، الحمد لله. أنا أول شيء سعيد إني أكون مع الأصدقاء يعني محبين خالد الشيخ يعني. يعني صار لنا تقريبا من شهر، من بداية السنة والحفلة اللي حضرناها واحنا دائما على تواصل، وخاصة اللي في البحرين، فوجه لهم تحية. وفي هذا ايضا المناسبة الجميلة نقول يعني كل عام وبدارين بخير وصحة وسلام ان شاء الله، ويبقى ان شاء الله يعني رافد فني كبير لنا جميعا يعني ان شاء الله. امين امين يا رب. انت حين دشيت علينا كذي مثل ما نقول احنا عرضين، عاد ما قلت لنا انت من ولا عرفتنا عليك بلطف. انا عبد العزيز ياسين من الكويت. حياك الله يا عبد العزيز. طبعا اللهجه لهجه خوالي عرفت وخلصه منها، والكويت على راسنا ما شاء الله. واكيد اكيد يعني انت عزيز، ما عليك زود بالعكس. امتعتنا واسعدتنا بدخولك الفجائي كذي، وايد حبيته. عبد العزيز تقدر تغني لنا بعد ولا تستحي من كل يوم؟ لا انا صوتي يعني ما اذا غنى ابو خالد انا اغني. ترى حتى انا صوتي مضاعف، بس احنا حابين ان انت بهالمناسبه تقول لنا كلمتين على السريع. والله انا ممكن، انا بالغناء مالي فيه يعني، انا اذا غنى ابو خالد انا معاه امسك معاه الغنى. خلى على كتر الحين ابيك انت تقول لي ما يقطع على الاقل من احدى اغاني اللي انت تحبه بدون ما تغني، قوله. والله عيناكي، انا عيناكي نهري احزاني، نهري موسيقا حملاني وراء الازمان، نهري موسيقا قد ضاع سيدتي وضعاني. هذه أغنية جميله اللي انا طبعا هذا النص ممكن ما غناه ابو دارين، لكن هو قال في مناسبه اجتمعنا معاه يعني، كان الفضل ايضا لابو خالد استاذ سمير يعني. نعم. هو اللي في ابو دارين، فقال ان نزار طلب من ابو دارين ان ايضا يرفق هذا النص في طبعا الاغنيه، لكن الاسباب طبعا الموسيقيه ابو دارين ما اخذها يعني. فهذه جميل. يعني هي اول راح موسيقى، اول اغنيه العفو سمعتها لابو دارين، وبعدين تلتها عطني وعد واشراع الهوى وهلم جر الى وصلنا يعني لحلقه طويله. انزين انت شنو اكثر شيء اجذبك في الانسان خالد الشيخ؟ هو ثقافته واطلاعه يعني هو تشوفينه يعني هو كعابر كمسافر يعني يبلش مثلا من الموشحات الاندلسيه مثلا، من شوي خياط مكناس مثلا، بعدين يرد البحرين يروح حق الشرقاوي، بعدين يعود مره ثانيه يعني يروح الى نزار. انا طبعا قاعد اقول المسيره بدون يعني ترتيب زمني يعني، لان مش محظ له، ولكن إيه. ترتيب ابداعي يروح اي، بعدين يرد مره ثانيه الى محمود درويش، وبعدين بصوره مهوله يعني يلحن ويغني مرثية مالك بن الريب يعني. هذه صراحة أنا ما أدري كيف كان له مزاج أو مود يعني أن تغنى هذه الأغنية يعني. شيء يثبت عبقريته ويثبت ثقافته أيضا، أنه رجل مثقف ومطلع، وهو يعني هذه بصمته، هو الـ DNA يعني في واقع
يعني الفنانين خالد الشيخ ما يمجد هي ثقافته بكل تأكيد يعني. توافقني عبد العزيز أن خالد الشيخ لا يمكن أن يعوض؟ والله أكيد طبعاً يعني أكيد طبعاً هذا مو أنا اللي أقوله يعني، هذا الزمن هو اللي يقوله يعني، وخاصة يعني من غيابه من 2005 يعني لم نرى بديل يعني عنه. وأيضاً يعني أنا صراحة متعصب لخالد الشيخ يعني، أنا أولاً معلومة أنا ما أسمع خليجي، أنا أسمع يا أما نص عربي بالفصيح حتى لو كان مطربه خليجي أو يعني محمد عبد الوهاب كلاسيكيات، فأنا أسمع فقط خليجي اللي بدارين يعني، فلأن لقيت في ظلتي لقيتها في أبو دارين. مع أنك صغير عبد العزيز يعني from what I can see أنت صغير يعني المفروض أن أنت المرحلة اللي عقب. والله شوف يعني 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 حتى انت استاذه تقريبا يعني ما لحقتي على ممكن عبد الوهاب يعني، في اغاني كثيره لعبد الوهاب لكنك انت تسمعينها وتحبينها ممكن، وايضا بالنسبه حق ام كلثوم يعني فال يعني الجميع يعني هي مثل الغوص على اللولو يعني، مثل تقريبا يعني هو الكنز المفقود في جزيره دلمن يعني بودارين كان يعني. جميل اي كانت بالنسبه لي رحله غوص يعني، وأنا صراحة يعني شرفت في هذه الرحلة جميلة يعني. عبد العزيز يعني شوف أنت اليوم تمثل فعلا جيل ما بعد جيل خالد الشيخ، ولكن لأن أنت من داخلك تعشق الفن الأصيل، الكلمة الصحيحة، اللحن الصحيح، الصوت اللي ياخذك إلى أبعاد جميلة، فأنت من الفنزات اللي لهم قيمة لأنك تقيم ما تسمع. أستاذة بس عندي إضافة بسيطة جدا بالنسبة حق ما قلتي يعني، أنا التقيت في بودارين بعد لقاء في المارينا في أمن، وحتى أبو خالد كان يعني أحد الحضور ويعني شاهد عيان كما يقولون. والله فوجئنا يعني إن في يعني طفل يعني ممكن ما أدري يعني عمره في 12 سنة ما أدري 13 والله كان ياي اللقاء يعني كأحد الفانز يعني المتشوقين لخالد، وكان معاه تقريبا كل الألبومات يعني، ووقع على الأوتوغراف خالد على ما كم مهول يعني أربع ألبومات تقريبا، وكان صغير يعني هذا يعني أصغر مني بكثير يعني، وأيضا هذا موجود أنا مثل ما قلت لأنه يعني الشيء الجميل يعني يفرض وجوده أكيد. يفرض نفسه نعم. طبعا. وايد سعدنا عبد العزيز بدخولك. شكرا شرف لي. أبيك تقول لي الأقنية اللي لامستك إلى النخاع. والله أنا عطني وعد يتخذني إلى مكان آخر يعني، مكان آمن للحب قلت سنين يعني. جميل ما قصرت يا عبد العزيز، وايد اسعدتني بملاقاتك، شرف لي، والله يبارك فيك ويعطيك ربي الف عافيه، والله يوفقك وين ما تكون. شكرا ويوفقكم ان شاء الله. الختام بس يعني انا ايضا متابع لكم شرفه تعليميه مع خاصه مع ابو خالد، انا متابع جيد لابو خالد يعني، هو يعني قدوه لنا ايضا يعني، الله يبارك لكم ان شاء الله في شغلكم ومبروكين ان شاء الله يعني على هذا الشغل الجميل اللي تسوونه. أيوة. يا رب يا عافية عبد العزيز، وروح شكرا. وأنا راضي عليك. شكرا السلام عليكم. يا حليلة عبد العزيز لطيف، شوفوا يعني إحدى النماذج، طبعا البقية ما يبون يطلعون معانا، ولكن إحدى النماذج اللي قاعدة تقول لنا طبعا محمد ما قصر أرسل لي شعر لطيف، لخولته في الفن ذوق جميل به صوب خالدة حتما تميل، فخالد ذا فن عريق أصيل، فمني لخولته شكرا جزيل، فقد استمتعنا غناء عليل، وليس لخالد أي بديل، ولا في جميع الفنون عديل. أنا ودي أسوي له كابتشر بس أخاف أن أسوي الكابتشر يضيع عليه اللايف كله، إذا ممكن أستاذ سمير سوي لي كابتشر وطرش لي على ساعة على الخاص، أو أي أحد منكم يسوي لي كابتشر على هذا الشعر الجميل اللي عجبني والطرشونة لي على الخاص، أنا بخلي بن لغاية ما نشوف النكست
ترى باقي لنا على ربع ساعة يا جماعة، ما حسيت بالوقت معكم. ويدوي أحد يسوي لي كبشب ويطار شلي على. السلام عليكم. السلام عليكم، مساك الله بالخير أستاذة، شلونك؟ سلمك يا محمدي، يا محمدي يا كل خلية في سدي. أنا اللي لفت نظري إن أستاذ سمير قاعد يهديك إياها على الهواء. يدري ما تلامسني الأغنية هذه. إنزين أستاذ محمد، إحنا كنا طبعاً نتمنى إن إحنا نشوفك صوت وصورة، ولكن بعد ما تري بظروفك شنهي، ولكن صح. أسعدني، شكراً شكراً يا مغالا حبيبتي، لكن أكيد يسعدنا وجودك معانا، لأن أنت قاعد تثبت لنا إن فعلاً محبي خالد الشيخ قدها وقدود، وقادرين هم يطلعون يقولون كلمات جميلة في حب خالد الشيخ. كلمنا عنك وكلمنا عن ما تحب أن تقوله في خالد الشيخ. والله أول شيء أشكرك على تقبل الدعوة اللي أنا دخلت، وفي البداية أحب أبارك لأخوي الكبير فنان خالد الشيخ طول العمر إن شاء الله، ويبدعنا دوم الفنان. هاي يعني لو شو تقولين عنه، شهادتنا اصلا فيه مجروح يعني، لو شو تقولي على فكره. بس انا من عشاق الفنان الكبير عبد الله رويشد، لكن بحكم ان انا بحريني افتخر ان فيه فنان عبقري موسيقار موجود عندنا بالبحرين اللي هو بودارين. غصبا على اي بحريني كان قصبا على حد يتذوق فنه. ف يعني لو شو تقولين عنه ما راح توفين حقه صراحه، دارين فنان شامل فلحانه، ولو انه بعده فتره عن الغناء لكن رجع في اخر فتره كانت في الكويت، دفتر الكويت ما شاء الله عليه. تحسين احساسه موجود، احساسه موجود. محمد نعم، ايش رايك تترجم لنا حبك في هيئه اغنيه؟ أترجم شلون؟ الترجم لنا حبك لخالد الشيخ وفنه على هيئة أغنية. تتقعدين مع أبو خالد وايد؟ هو كليت صيدني بس هاي سلفت. والله في وايد أغاني بس محمدي طبعاً حلوة دام غناها أنيس. أنا وايد ما قصر أنيس، من الأصوات الحلوة الصراحة ومبدع. نقول شيء ثاني. نقول ظلام الليل ياخذني عن عيونك، أسافر لك أغني أضم حروفي، ترى وصالك يزيد من حنيني وتشوق لك، وياخذني الخيال بعيد أصور عمر لو ضمت، وإذا شوقي بعد لمت، وإذا تلاقت بعد غيبة زمن، غيبة زمن العيون، إذا تلاقت بعد غيبة زمن، غيبة زمن العيون. أول خطوة نخطيها أعيد أحلى الحكي وياك، وياخذني الخيال بعيد وعيش بقعدتك يمي. أول كلمة يهتز الوتر فيها أقول أشعار من عيني، وياخذني الخيال بعيد. تعلمت العشق منك وجربت بهواك أطير، تعلمت العشق منك وجربت بهواك أطير، أصور عمري لو ضمت، وإذا شوقي بعد لمت،
وإذا تلاقت بعاد غيبة زمن العيون، وإذا تلاقت بعد غيبة زمن العيون. سلام. الله الله يا محمد، يعني ما شاء الله عليك في صوتك عبق الأصالة البحرينية. طول عمرك. ركز عليها ترى، ما تطلع في الوقت يعني، هو تكتبي الحين ها؟ يعني ما شاء الله عليك خذيتني، شنو أنت قلت في الأغنية؟ خذاني الخيال مع أغنيتك إلى صوت خالد، إلى أداء خالد، إلى يعني عطاء خالد. فالله يحفظك يا ربي يا محمد، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. لمين؟ طبعا سمير يبي يسوي لك حركات، يقول لك دمعة المقهور. أشوفه بس كني ما أشوف. أو كذا تذكرني. زين قول لنا محمد، يعني لا تشوف أستاذ سمير، شوفني أنا، قول لي مقطع مني يا محمدي. صغير. نقول أوكي. نقول طيفك معاي مثل الفرح، مثل الشعور، مثل الخيال. طيفك معاي مثل الفرح، مثل الشعور، مثل الخيال. اللي بهوى مرة انجرح يقدر يشيل حتى الجبال. اللي بهوى مرة انجرح يقدر يشيل حتى الجبال. لف الزمان روح وتعال يا ابو خالد، انت القمر يا محمدي. سلام. الله الله يا محمد، يعني بصراحة صوتك شو أقول هني، بقول صوتك موسيقى، أحوالك صوتية جميلة جدا. البحرين عندها شباب مثلك وشباب جميلين جدا، صوت وأداء جميلين، اللكنة جميلة. يعني أنت أخذتنا في مرحلة جدا جميلة. أبي وعد منك محمد. عيوني. تسلم يا محمد، تسلم عيونك. إذا بنطلع باكر بتكون معانا إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. ما عندك شفت شيء مني لأهل براضين. أبو خالد يا أمر، هاي المشكلة يا أمر أبو خالد، وبداي نستاهل. خولة أمر يعني عشان أستانس فيها وخبرك يعني. أنت أخت وعزيزة وأستاذة وغالية علينا، تامرين أمر من عيون الثنتين. طول العمر. طول محمد. إن شاء الله بإذن الله باكر، بإذن الله. إن شاء الله. طبعاً نطلع عقب الساعة 10، وتكونون إن شاء الله معانا واللي ما حالف الحظ، وأكيد لأن إحنا بينقطع ساعتين أكيد. سمير باكر لازم تختم لنا بشيء، ما يصير اقعد احفظ مناحين يا محمد، يحفظك بيت عشان تقدر تقول لنا باكر. شوي محمد. اي ولو مخالف ترى عندها عنده. لا لا في كاريزما في صوته حلو، نبي يبينها لنا. نعم. الله يعطيك العافيه يا محمد، روح وانا قلبي وربي راضين عليك. الله يرضى عليك، جزاك الله خير، يسلمك، طول لي عمرك، ومشكوره على استضافتي، ولي الشرف بالعكس ان في يوم مثل هاليوم، يوم جميل. سنه عدت من عمر ابو دارين، والله يطول لنا في عمره يا رب، يخليه ويمتعنا. وان شاء الله نتلاقى بكره اذا الله رب، باذن الله ان شاء الله. وهي طبعا وعد، حياك الله يا محمد، اسعدتنا. يسلمك. في امان الله. في امان. ما شاء الله علي محمد، فاجأني بصوته بصراحة. يمكن أنا شوي متحيزة حق لكنتنا البحرينية،
وهذه مو عيب ولا غلط لأن إحنا ربينا عليها وتشربنا بها. لذلك أنا أي حد يغني ممكن أستشعر اللكنة ووجودها في صوته. تحياتي لكم، وايد حبيت وجودكم اليوم، وايد حبيت الإبداعات اللي طلعت معنا. كنت متوقع أن أنا بطلع معكم ساعة، ولكن ما شاء الله عليكم خليتوني أكمل معكم الساعتين، وأنا أبداً أبداً ما يعني حسيت لوهلة بأي خلينا نقول وقت قاعد ينبي علي، بالعكس الوقت طار طار ما حسيت فيه. تحياتي لكم، تحياتي لكل اللي كانوا موجودين، وحبايبي أنتوا في أي مكان كنتوا ومن كل الأماكن اللي كنتوا متصلين منها، تحياتي لكم، وخلكم إن شاء الله بإذن الله على راسي كلكم، خلكم إن شاء الله باشر بعون الله معانا بإذن الله. راح نرتب مع فانس خالد اللي حبي يطلع معانا، واللي حتى ما رتب روحه ويبي يطلع، كلكم يا حياكم الله معانا. في حفظ الله، وأنا جدا سعيدة بوجودكم. في حفظ الله، تمنياتي لكم يا رب إن شاء الله يا رب تتحقق كل أمانيكم وكل اللي تطلبونه وتتمنونه، إن شاء الله يا ربي يكون حليفكم، وبإذن واحد أحد تكونون من اللي رب العالمين راضي عليهم دائما وموفقهم في كل خطواتهم. تحياتي لكم، وفي حفظ الله ورعايته. مع السلامة.